العاطفه الحلوه دي كنت ضربته من زمان. يا اهلا وسهلا يا مدام بدريه، اتفضلي حضرتك. اتفضلي. اتفضلي يا عصام. اتفضلي. اول حاجه وقبل ما نقول نص كلمه، الخاتم ده بتاع حضرتك، واعده مع عيالي ما هو راجع، واعتبري فلوسه وصلت. مش قوي كده، واحده واحده. تشربوا ايه في الاول؟ لا لا شكرا كتر خيرك، متشكر جدا. انا مش هشرب حاجه، انا كفايه عندي شفتك. بس عايزه اقول لحضرتك على حاجه، فضلي ده وجهه مش حلوه للادب والجمال والذوق ده كله. ميرسي. ده بيهدد الناس بحضرتك وبالذات المحافظ، عاملكوا سيوف شايلها بايده بيضرب بيها خلق الله، وهو ده اللي خلاني اخرج عن شعوري. ولو انا كدابه عصام يكدبني. انا بكدب يا عصام؟ لا العفو يا مدام مدريه، تكذبي ازاي؟ العفو. انا عارفه ومتاكده تماما من اللي انت بتقوليه ده، وياما لفت نظر نجيب للحكايه دي. نجيب مين حضرتك؟ ده سياده المحافظ مدام بدريه. نجيب بيه؟ لا مؤاخذه، اصل انا بصراحه من ساعه ما شفتك وانا اتلخبطت كده، يعني اسم الله عليكي ليكي هبه وطله كده. ميرسي يا مدام بدريه. بس عشان خاطري سامحي فضالي ده، انا عن نفسي مسامحاه. ده انا عايزه اشكره كمان انه كان السبب اني اتعرفت على حضرتك. ميرسي خالص يا مدام بدريه. هو حضرتك بتشتغلي ولا ربة بيت؟ الاثنين. ما شاء الله. ده انا صدقيني بالرغم ان انا عندي 3 شغالات الا اني قعدت من الشغل. بصراحه حلاوه والشياكه والجمال ده كله خساره في الشغل. انت تقعدي معززه مكرمه واللي عايزاه كله يتعمل لك. بس والله زهقت حتى من قعده البيت والخروجات للنادي والجمعيات الخيريه. واضح من لبس حضرتك ان ذوقك عالي قوي. ايه رايك بقى ان انا ممكن اخليكي تشتغلي وانت ما بتشتغليش؟ الفزوره دي مش فاهمه حاجه. اصل انا بشتغل في اللبس وببني مصنع دلوقتي كبير قوي، وكنت محتاجة يعني حد ذوقه عالي زي حضرتك كده. اه ديزاينر يعني؟ دي ايه ست الكل؟ ديزاينر. ايوه اللي تشوفيه كله ماشي يا قمر. ما هو مش معقول يا ابني تسيبها كده زي البيت الواقف لحد عارف هي مراتك ولا مش مراتك. ازاي بس يا عمر؟ مش عايش على بتقول ايه؟ مراتي طبعا، على دماغي من فوق كمان، كل طلباتها ماضية هي وام هاشم. الحكاية مش حكاية طلباتها يا ابني، ده انت رميها هي وام هاشم من ساعة الموضوع ده وما كلفتش نفسك حتى تبص عليهم. صعبان عليا نفسي منها قوي يا عم ابو شيشة. انا ما قلتش انها ما غلطتش، بس انت كمان غلطت يا احمد. كان لازم تقدر ان دي ست ومن حقها انها تغير. وبعدين هي اللي قالت لك، يعني ما عرفتش من بره. على فكرة هو ده اللي شفع لها يا عم ابو شيشة، ويشفع لها كمان انها ام بنتك. لا الحقيقة ان اللي شافع لها انها بنتك، لان من عندي بنتين من صباح ومع ذلك طلقتها. خلاص يا سيدي، يشفع لها اللي يشفع لها، المهم تطلع تصالحها وتراضيها بكلمتين، ويا دار ما دخلك شر. على راسي من فوق يا عم هشيشة، بس انا ليا طلب. أؤمر يا حبيبي، كل طلباتك مجابة من غير ما اعرف. اوعي تقول ان انا اللي غلطان. انا مش هدفع تمن غلطتي 80 مره. انا ما غلطتش، انا اتجوزت على سنه الله ورسوله سبحان الله. ومع ذلك جيت ورضيتك واعتذرت لك وخدتك وحجينا بعد الحج. تعملي كده من حرقتي خوفي عليك وحب ليك، تقوم انت ترميني وتسيبني زي الكلب انا وبنتك؟ صدمت فيك يا سميحه، اتهزيت من جوايا، حسيت ان كل الامان اللي كنت بحس بيه معاكي خلاص راح واتبخر ومفيش حاجه. وبالرغم من كده برضو ما عرفتش اسيبك زي ما سبت صباح، خليتك. واول ما عم ابو شعيش اكلمني جيت الجري. يعني انت رجعت لي عشان ابويا يكلمك مش عشان انا؟ انا رجعت لك عشان اخدك انت وام هاشم. هتاخدنا على فين؟ تعيشوا معايا مطرح ما انا عايش. انا كلمت عم ابو شعيشه، اتفقنا على كل حاجة، وانت اعتقد يعني انك هتنفذي كلامه بالحرف الواحد. ودلوقتي انا ما اقدرش اكسر لابويا كلمة، وطبعا مش محتاج اقول لك ان اللي حصل ده عمره ما هيتكرر تاني تحت اي ظرف من الظروف. ما تكملش يا احمد، ما تكملش عشان ما ازعلش منك. يعني اديك الامان يا سميحة؟ انت مش محتاج تسألني السؤال ده، وما تنساش ان انا ساعتها اللي قلت لك وما فكرتش في اللي هيحصل. انا فكرت فيك انت وبس، ما فكرتش في نفسي حتى. فيك انت وبس. اصيله اصيله بنت اصول يا سميحة. حلاوتك يا بدارة، حلاوتك حلاوتك.
أول مرة تقولي يا بدارة، دي من سنين. بدارة ونص كمان، بدر البدور المدور المنور. ده انت النهاردة عملت أحلى واجب مع ولاد توفيق. بس أنا مرضيتش أجيب لها سيرة عن موضوع الأرض ده، قلت نتقل شوية، بلاش كله يبقى ورا بعض ورا بعض، لا الست تقلق وتطير من إيدينا. عين العقل. بس أنا عايزك بقى تعمل لها زيارة تانية، عشان تخلصي لي مصلحة الأرض اللي قلت لك عليها. ده أنا رتبتلكوا حاجة عمرها ما كانت هتخطر على بالكوا. حاجة إيه يا بدارة؟ اشجيني مفاجأتك الحلوة، كلمي يا حبيبتي. هخليكوا تستفردوا بالراجل في آخر الدنيا وتخلصوا مصالحكم معاه. آخر الدنيا دي يعني فين؟ أنا عرفت منها إنه غاوي يروح يصطاد في وادي الريان، قلت لها بس ده هي دي غية جوزي، وقلت لها إن أنت هتوضى برحلة للبيل محافظ ما حصلتش. بس أنا ما بعرفش أصطاد يا بدرية، ده أنا عمري ما رحت وادي الريان. وأنت هتغلب يا فتحي، ما تتصرف يا أخويا ولا الفرصة تضيع مننا. تضيع مننا ده إيه؟ طب يكون في علمك، أنا صياد ماهر قناص مولود ومتربي في وادي الريان. قال تضيع مننا إيه؟ يا جامد يا اجدع سعاد غزلان في مصر. بس في العالم كله. يسلم دراعك يا سعاده الباشا. طب احنا الغزال اللي اصطدناها دي هنسيبها كده؟ لا نسيبها ازاي؟ العربيه اللي ورانا هيجيبوها لنا، امال احنا جايبين عربيات كتير ليه؟ الله يبارك فيك. انا عايزك تجرب حظك يا احمد بيه. ومانه نجرب يا فندم نجرب. وانت كمان يا فتحي بيه. يا سعاده الباشا انت سيادتك تؤمر بس. بس اهم حاجه عندنا خد كفايتك انت من الصين. احنا خلاص غزلتنا اصطدناها. امتى ده وفين يا احمد بيه؟ احمد اخويا قصده يعني طول ما سعادتك بتصطاد كاننا احنا بالظبط بنصطاد. اصطاد يا سعاده الباشا اصطاد. اللي انت جامد في الصيد بقى بتتفضلي ولا زي حالاتي كده؟ لا 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 حالتك ايه، ده انا جامد قوي، ده انا ليا صولات وجولات في كامبالا ما تقولش لحد. كامبالا دي عاصمه اوغندا؟ ايوه. طب وانت ايه اللي وداك هناك؟ ما انا كنت مع الوفد اللي كان رايح مع المحافظ اللي اسمه علي بيه اللي كان قبل ده. الله، هو انت كنت سكرتير مع المحافظ اللي كان قبل ده؟ اي، وان شاء الله هكون مع المحافظ اللي بعد ده. حلو قوي الكلام ده. ومش معنى اوغندا يعني؟ عشان كان في بين المحافظات تبادل خبرات في الزراعه والصناعه والكهرباء والمواد الغذائيه. بس مش ده المهم. لا مش ده المهم. مش ده المهم ازاي بس؟ ده اهم حاجه يا استاذ فضال. يا سعاده الباشا زي ما سعادتك تشوف، وان حابب نخليها شراكه. لا لا يا حاج فتحي، شراكه ايه وبتاع ايه، خلينا في الضل احسن. على رايك. والضل ستره برضو اهو كده. ده غير ان انا كل ما بعدت عنك هبقى قريب جدا منك، لاننا لو قربنا من بعض هنلم العيون حوالينا، وبعدين العيون هتكتر وتتكلم، وانت فاهم بقى اللي هيحصل. فاهم طبعا يا سعاده الباشا فاهم، وانا عينيا الجوز لسعادتك. لا خليهم لفضال يا حاج. صح كده، عشان كل ما انت بعدت عني كل ما قربت مني اهو كده. يا سعاده الباشا والله العظيم انا بتعلم منك كل يوم حاجه جديده. انا فاهمك يا حاج احمد، المصلحه دي ما تتعملش جهجهوني كده، لازم تتعمل بشكل يبان انه طبيعي. ما ينفعش ناخد الفلوس بايدينا نهائي، لا شيك ولا نقدي. الله، امال الفلوس هتوصل لكم ازاي؟ هتستوردوا بيها بضاعه. استورد بضاعه لصالح مين؟ لصالح ولادي واخو واخت الباشا. اشمعنى يعني؟ عشان الفلوس كلها مصدر، لما حد يسألك من أين لك هذا تعرف تجاوب. طب وإيه البضاعة اللي شغالين فيها؟ أي شغل، سجاد عجمي، عربيات، أجهزة كهربائية، المهم تعرف السوق محتاج إيه وتجيب. والله وتبقى فرصة نشتغل معاه، أهو مجاور السعيد يسعد. ومين بقى اللي هيسعد بقى؟ أنت ولا هما؟ إحنا التلاتة هنسعد إن شاء الله، أنت بس اللي مش فاهم. طب أنا مين اللي هيسعدني؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيسعدك وهيجعلنا سبب إن شاء الله لسعادتك دي. يا سيدي أنا بقولك هو اعتبر نفسك متعين وشغال معانا وليك مرتب كل شهر بعيد عن سيادة المحافظ. هو في حاجة في المحافظة؟ لا ملهاش علاقة بسيادة المحافظ. أنا رأيك